دولة رئيس مجلس الوزراء اللبناني أستاذ تمام إسلام ممثلا بدولة الرئيس سمير مؤمن، دولة الرئيس سعد الحريري ممثلا بسعادة النائب جمال جراح، سعادة حاكم مصرف لبنان أستاذ رياض سلامي، أصحاب الدولة والمعالي والسيادة، سعادة الشيخ محمد جراح الصباح رئيس اتحاد المصارف العربية، معالي الأستاذ عدنان القصار رئيس الهيئات الاقتصادية في لبنان. أيها الحضور الكريم، يسرني بداية أن أرحب بكم أجمل الترحيب في لبنان وعاصمته بيروت الحريصة دائما على احتضان الأشقاء العرب من الدول الشقيقة والصديقة وممثلي الهيئات الاقتصادية والمالية الإقليمية والدولية في مؤتمرنا السنوي لاتحاد المصارف العربية الذي يجمع قادة المصارف العربية من كل الأقطار. تأتون بيروت هذه المرة ولبنان لا يزال صامدا بأهله واقتصاده في مواجهة الزلزال الكبير الذي يهز منطقتنا العربية وتمتد موجاته الارتدادية إلى حدودنا الشرقية. تأتون اليوم ونحن نواكب الحدث الأكثر إيجابية في لبنان منذ سنتين ونصف، وهو انتخاب رئيس جمهورية للبنان بعد فراغ المقلق في منصب رئيس الدولة. ونود مشاطرة اللبنانيين جميعاً كافة مشاعر الارتياح التي ولدها هذا الحدث، ونعرب باسمنا واسمكم عن أصدق التهاني إلى فخامة الرئيس ميشيل عون، ونتمنى للبنان في عهده السلام والازدهار. كما يسرني أن أتقدم أيضاً بخالص الشكر والتقدير والتهاني لدولة الرئيس سعد الحريري الذي يعود اليوم على رأس الحكومة اللبنانية بعد مبادرة سياسية رائدة قام بها تكللت بالنجاح وأعادت الرحمة إلى أهل لبنان وساعدت في انتخاب رئيس للبلاد وعودة المؤسسات الدستورية إلى انتظامها ونشاطها. أيها الحضور الكريم، لقد ترافقت استعدادات اتحاد المصارف العربية والاتحاد الدولي للمصرفيين العرب لتنظيم وعقد هذا المؤتمر السنوي الهام لهذا العام مع اشتداد الاضطرابات والحروب في منطقتنا العربية والتداعيات السياسية الخطيرة التي تنعكس مباشرة على الأوضاع الاقتصادية والنظم المالية فيها. وباتت المرحلة التي تمر بها منطقتنا العربية اليوم هي الأدق في تاريخها الحديث، حيث تتعاظم التطورات الدولية المتسارعة مع التحولات العربية المذهلة وعلى كافة الأصعدة. فالتغييرات المتلاحقة التي حصلت في العالم هذا العام تقطع الأنفاس، وهي ذات تأثير حاسم على بلداننا وعلى مصارفنا أيضا نتيجة تأثر المصارف المراسلة بسياسات دولها. ولا بد للمصارف أن تتعامل مع هذا المشهد الجيوسياسي الجديد بالكثير من الفطنة والحذر. ففي الولايات المتحدة الأمريكية التي تتمركز فيها معظم مصارفنا المراسلة قيادة سياسية جديدة لا نعرف نظرتها وتأثيراتها في التعامل مع منطقتنا. أما الاتحاد الأوروبي فيواجه انعكاسات خروج دولة رئيسية فيه هي بريطانيا، كما نشهد كذلك انخفاضاً للسيولة في أسواق الرئيسية وكذلك صعود اقتصادات ناشئة بقوة، إضافة إلى الثورات التكنولوجية التي تحدث الكثير من الاضطرابات في طريقة العمل التقليدية. أما عالمنا العربي فيقع اليوم في مرمى أهداف السياسة الدولية، وتتشابك في ساحته المصالح الاستراتيجية للقوى العظمى. فخلال السنوات الخمس الماضية غيرت الأحداث وتفاعلاتها المشهد العربي، وأحدثت فاصلاً تاريخياً بين سكون طويل أشبه بالثبات وبين حروب وثورات أشبه ببركان بفوهات متعددة، وسط تداخلات وتبدلات جوهرية في تمركز القوى الإقليمية وأدوارها واستقطاباتها. إن هذا الواقع لا سابق له، وإن تأثيراته على الصعيد الاقتصادي وعلى مصارفنا لن تكون أقل أهمية من تأثيراته على الصعيد السياسي. ويبدو أن نتائج ما يسمى بالربيع العربي
وقد تحولت منذ زمن إلى شتاء اقتصادي قارس، وأن نزاعات المنطقة العربية كبدتها أكثر من 600 مليون دولار أمريكي في نشاطها الاقتصادي وفقاً لآخر الإحصاءات المعتمدة، مع استمرار التوقعات في انخفاض معدلات النمو والتدهور مؤشرات اقتصادية واجتماعية أخرى مثل ازدياد البطالة وارتفاع معدلات الفقر وارتفاع الدين العام وتفاقم مشكلات الفساد. إن الكلفة الاقتصادية لما يحصل من حروب في عدة بلدان عربية تضعنا جميعاً أمام تحديات مصيرية تتناول إعادة البناء السياسي والمؤسساتي والاقتصادي والاجتماعي والإنساني. وهنا تبرز أمام مصارفنا العربية أخطار وصعوبات، وفي نفس الوقت الفرصة في صياغة دور جديد لها يكون على فاعلية أكبر في استقطاب الموارد المالية العربية وإدارتها وتوظيفها في الاقتصادات العربية، والعمل على توجهها نحو الاستثمار في الاقتصاد الحقيقي ولتحقيق التكامل المصرفي العربي عن طريق الآليات المعروفة لعقد الشراكات الاستراتيجية بين المصارف وخلق التجمعات العملاقة وتشجيع الاستثمار العابر للحدود بين الدول العربية، بما يساعد على تحفيز النمو وتشغيل محركات التغيير في الاقتصاد والتأثير من خلال التمويل في بناء اقتصادات المعرفة والابتكار والتكنولوجيا وتحسين البيئة والطاقة المستدامة بهدف المساعدة في تأمين جهوزية شعوبنا في بناء مستقبل أفضل. إن مصارفنا العربية أمام تحديات كبيرة في تأدية الدور المطلوب منها، وهي تواجه مخاطر مشتركة عليها مجابهتها في ظل تشريعات وقوانين دولية صارمة تحاصر دورها وتلقي بأثقالها عليها بما يتجاوز أحياناً اختصاصات رجال المصارف في تأدية عملياتهم المالية والمصرفية، ليلامس حد نشاطات أخرى من أمن واقتصاد ومحاربة الجريمة المنظمة ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وأخيراً وليس آخراً مكافحة التهرب الضريبي وإلزام مصارف الكون كلها بتبادل المعلومات الضريبية بصورة تلقائية بين المصارف والدول، بما يشغل المصارف بشكل مرهق عن نشاطها المصرفي العادي إلى الدور الإضافي الجديد الرامي إلى تجنيدها في خدمة الدول وأجهزتها الأمنية والضريبية، بحيث تنعكس على المصارف الأعباء التي تنوب تحت سطحها الحكومات وأجهزة الأمن، وإضافة لذلك مساءلتها عن كل تقصير وعدم إجراء أي مساءلة على من هم معنيين بهذه الأمور بالأساس. عندما اختار اتحاد المصارف العربية عنواناً للمؤتمر اللوبي العربي الدولي لتعاون مصرفي أفضل كموضوع أساسي لهذا المؤتمر، اختار قضية مركزية وهدفاً يتسم بالأولية في ضوء القراءة الموضوعية لواقع العالم العربي وما يواجهه من مخاطر جسام وتحديات مصيرية وما يعانيه على الصعيد الداخلي من صراعات وشرزمة وانقسامات، باعتبار أن السعي الجاد إلى تعزيز العمل العربي المشترك ونجاح المصارف العربية في تحقيق هذا الهدف يساهم في تفعيل الدور العربي في صياغة القرارات المالية والنقدية والاقتصادية الصادرة عن المؤسسات الدولية وتطوير التنسيق مع المؤسسات الرقابية بمرونة ومع متطلبات الانفتاح المصرفي العربي الدولي. في الختام، من أجل هذه الغاية نجح مؤتمرنا اليوم في حشد نخبة من الخبراء الدوليين والعرب وقيادات مصرفية عربية حققت الإنجازات في أصعب الظروف، ونخبة من صناع القرار في مؤسسات دولية وإقليمية معنية ومتابعة لكل التطور ومتابعة لكل التطورات، وذلك من أجل بلورة فكرة إنشاء لوبي عربي دولي لإداء مصرفي أفضل، كونها السبيل لتحصيل العمل المصرفي العربي وتعزيزه من خلال شبكة واسعة من الشراكات والتعاون على الصعيد المصرفي لتثبيت دعم الاستقرار ولتحقيق التنمية المتوازنة والشاملة. نحن نتطلع إلى ما سيخرج به هذا المؤتمر من توصيات محددة
حول إنشاء لوبي عربي لإدارة مصرفي أفضل تشكل مقاربة في العمق لأهمية هذه المبادرة اقتصادياً ومصرفياً واجتماعياً. التحديات كبيرة إن على الصعيد السياسي أو على الصعيد الاقتصادي، وأن المحاولة جديرة بالاهتمام، وشكراً لإصغائكم.